ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سببا لهداية كثير من المخدوعين. واللقاء إن شاء الله ما هيكون فيه تكلف إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء يعني سببا لهداية الناس. فمعنا الشيخ وهو عنده كلام طويل في مسائل التصوف. طبعا التصوف منهج باطل ومنهج ضل الكثير من الناس خاصة عندنا في السودان، ونحن الكلام ده بنجيبه لهم من كتبهم، وكذلك بنجيبه لهم من قصائدهم، وكذلك بنجيبه لهم ممن كان على هذا الطريق وتاب إلى الله سبحانه وتعالى يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فنترك الفرصة للشيخ يعني عرفنا بروحه والطريقة اللي كان منتمي لها وانتشاره وين وكده، يعني معلومات عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فليهدي الله فهو المهتد، من لم يهدي الله فلم تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين، أما بعد. طيب، الاسم يا عمر النور إبراهيم عمر، وكنت منسوب سابقا إلى الطريقة المكاشفية ومكست فيها زمن طويل 16 سنة، والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك ربنا هدانا وعرفنا الحق من بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة ومن البراهين الواضحة، واتحقنا ولفينا أنفسنا لكي نصلح أنفسنا أولا، ونبين لكل الذين يعرفون شيخ عمر ود الملاح، يعني هو الاسم كان معروف لدى الطرق الصوفية عامة. أي إنسان بيعرف شيخ عمر ود الملاحة فيسمع من هنا ويشهد إن كان متمسكا بالطريقة أو متمسكا بي أنا ذاتي، فمن هنا نتبرأ من كل الطريقة زي ما ذكرنا في المقطع الفات، ونتجه إلى الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين. طيب الشيخ جزاك الله خير. ولغاية يا أخواننا مش القصد منه التشفي أو غلوب بتاع هلال ومريخ، وإنما هو بيان جزاه الله خير الشيخ، وده نحسبه من صدق وإخلاص، وإنه يهضم نفسه ويقول الكلام ده في كل مناسبة ربنا ييسرها. طيب، معروف الطرق عندنا في السودان، الطريقة المكاشفية دي يعني ليه سموها المكاشفية، والطريقة دي قاعدة وين ذاته، والعقائد بتاعتها شو؟ والله هي أساسا إذا مشينا نفتش ونكوس ونبحث الشغلة وسيعة كبيرة شديد، ولكن أنا أقول ما أعرفه فقط ولا أزيد من ذلك. الشيء اللي بعرفه أنا مزول منه أمام الله سبحانه وتعالى وأتكلم به، لأنه السؤال أي سؤال له جواب. ف
مما قمنا ومشينا للطريقة سمعنا بها هي الطريقة المكاشفية، وسألناهم ويقولهم طعما بيكشفوا أهل الكشف، والشيخ اسمه المكاشف هو برضو بيكشف وبيعرف الباطن وبيعرف في قلبك وبيعلم يعني بعض الأخبار جاتنا، ونحن كنا معهم بيقول يعني علم الغيب يعرف الشيء في قلبك. نعم ده التسمية باسم المكاشف يعني ده الحاصل يعني. يعني الناس كان بيعتقدوا إنه المكاشف لأنه بيكشف بيكشف وبيعرف الباطن، يعني في ناس بيخافوا. يعني احنا كنا حتى الصورة إذا كانت في البيت بتخاف منها، بتخاف من الصورة. يعني واحد من أخواننا دي قال لي والله وقتي جامع زوجتي قال لي لقبل الصورة على الحيطة كده، يعني فالوضع ده يعني مشى مدى بعيد. والله نحن نتكلم تقربا لله سبحانه وتعالى، والله لا دارين جزاء من زول ولا دارين قريش من زول ولا دارين مدنا بشي من زول، نشكو أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى بعد الزمن الطويل. وبعد كله نحن والله ما انتقمنا في أحد نهائي ولا قاصدين أحد، لكن هم بعض الطرق أتمادى شديد، أتمادوا ومشوا مسافات بعيدة. حتى بعض الناس أخذوا الشك ولكن خايفين طبعا ما يقدروا يردوا، لأن العقيدة ولا لا 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 القاعدة بتاعة الغوم اللي بيعرفوها أبرك سلم وأمرك سلم خلاص، يقول لك ما فادت رجال وإلا بخدمة الرجال. يعني أنت تخدم يخدموك، وبعدين ذاتك كما نزلنا على الكتاب والسنة أنت تخدم لله بس إلا يخدموك، فلا يتدبرها إلا أولو الألباب. يعني هذا الشغلة دي بعض الناس هسه حاليا جالسين وقاعدين في المسجد ما يعرفون حق المعرفة، ناس كتار وشباب وناس يعني متعلمين قارين جامعات، والله عقائدهم يمكن أحسن منها زول. يعني مرة جانا واحد يعني جنوبي وأدينا الطريقة، أدينا الطريقة قلنا له يا أخي حسب الفهم نحن طبعا اعتقادنا بأنه هذا الطريقة طريق الله، وجينا منها هنا وهاجرنا وجينا شلنا شنطنا وجينا وقعدنا وخدمنا. والله هو الإنسان إذا كان عارف الشيء باطل ما بيجتهد فيه مهما يكون يعني. فالكلام ده في سنجة عبد الله، أدينا الطريقة قلنا له خلاص من يوم الليلة ده أنت تاني والجنة ساكت ما عندك مشكلة، تاني موضوعك ده موضوع منتهي، وأبوك الشيخ شايل الكون ده في كفه كله كون ده شد عليه وأنت ما بر الكون. يعني الكلام ده قلت له أنا ذاتي قدامك ده، وما تخاف من حاجة. قال لي كيف يعني شيك أبونا ده كيف يعني شيك كون في كفه ده؟ قلت له وشيله الشيخ بشير الكون في كفه، لأنه عندنا قصيدة بتقول الكون في كفه يتاوق له ومن الشهب يأمل فيه حسب ما يجد نجا. قال لنا عربات بجروا فرده كله في كفه أبونا شيك. طيب والله قلنا له نعم فابونا الشيخ ما في شك تب جهجهك لك هاي ما في هاي ما طبعا هو في طلب طاحته سليمة، وبالرغم انه ما عايت الحمد لله. اها قال امارات كبيرة ده كله في فابونا الشيخ. نعم فابونا الشيخ. قال ناس بهرو ببولو هنا ده كله في فابونا الشيخ حسب قلت لا ايوا في فابونا الشيخ. قال يا اخوانا ما بوسخوه يا اخوان. زمان ذاك ضحكت ولا ما ضحكت؟ والله يضحك ما طبعا تضحك، لكن ما طبعا معصور بسلطة ما بقدر أضحك ما أقدر أقول حاجة. فالأمر أكبر من ذلك والشغل أبعد، يعني عملت بعد كبير. والله والله لو ما بينا ربنا حاسبنا عليه، لأنه شطحنا وكنا ملازمين وبنكتب الأساسات تحت الطريقة.
وحتى في ناس بيحتقدوا بأن شيخ عمر عبد الملاح هذا هو اللي اكتسب السر. سر تبمل شنو سر؟ طبعا في حاجات داري انك تبين لنا ان شاء الله، لكن قبل كده نخش في العقائد. طبعا مازالت انه غير الله بيعلم الغيب دي يعني واضحه، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، والكون في كفه ربنا سبحانه وتعالى يعني قال ومن اياتي ان تقوم السماء والارض بامره، ما قاعده في يد الشيخ زي ما هو معلوم يعني. نخش في العقائد بعد ذاك نجي في السر ود الملاح يعني بعض الامور اللي كانت موجوده. يعني كلام اللي بقول فوق ده يعني بعض الناس بس غادي يسمعوه في اي مكان، دي ما داري كلام يعني، ونحن ما مخاف من زول ثاني كونه يقول طار ولا ركة ولا كده، فالكلام هو كلام لله سبحانه وتعالى، نبتغي وجه الله سبحانه. من اراد ان يعني ربنا يعني يستعيد الى التوبه والله الباب له فاتح، وان جاني داير سؤال برد له. لكن بعض الناس انا متاكد 100% بعض الناس بيشوفوا اللقاء ده حاليا وبيسمعوه، والشرك والغريب بعرف شو عمر دم الرحمه هذا كلام، وان شاء الله يسمعون. يعني في ناس هسه حاليا اذا سمعوه ما بيتريسوا، ما برجعوا على الكتاب والسنه نهائيا، ولا بيتريسوا ولا بيجي بيسالك ليه انت عملت كده والسبب شنو؟ بس دي نعرف ربنا قال اذا جاكم فاسق بنبأ فتبينوا. والمواضيع شيخنا الناس دار نظافه زي ما قال اخونا جزاه الله خير، قال دايرين يعني تبسيط شديد، يعني تديهم محتاجين والله، يعني واحد يترك امه ويترك ابوه ويترك اهله بالسنين. يعني انا بعرف واحد هسه 50 سنة ما تزوج، يعني بعرفه. فالموضوع موضوع كبير يا شيخ، ونزل الله ان يهدي الامه، وبعدين حدث ولا حرج، مش العقيده قول اي شيء. اول حاجه اذا نظرنا لهم من عين العقيده والله عقيده ما في. من العقائد شنو يعني؟ العقائد اللي كان بيعتقدوه والله يعتقد ان الرزق بيد الشيخ، يعني رزقك بيده لا تنغر تفوت لحد. طيب دي نحن عندنا قصيده بنتوسل بها صباح ومساء، رزقك بيده لا تنغر تفوت لحد، دوري سجده كم سير مريد بيمده. طيب عايت مما قال لك الرزق ده بيد الشيخ بتخاف رزقك بينقطع، الموت ده بدوره. لكن لما ترجع للقرآن رزقكم في السماء وما توعدون تطمئن شوية، تطمئن لأنه عندك مرجعية. لكن ما بخلوك تصل النقطة دي، وما بخليك تصل النقطة دي أساسا، هو بس بيقول لك رزقك بيده. يعني حتى الجنة ده يقول لك الجنة ده إذا الشيخ نظر للجنة ده بموت بكتله بسفره ويخليك تجيب غيره. هذه شغلة بسيطة عندهم. وبعدين رب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكر يعني في أحاديث كثيرة، يعني قال اتبعوني أحببكم الله، ولا ما كذي؟ طيب هاي طبعا هاي نحن طبعا ما وصلوا أساسا، ما عاد علمنا ولا قرينا ولا قرونا، دي كان مقولة ليه يا هو جزاه الله خير أخواننا ديل وقريت المدرسة. النازل إذا كانوا متابعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حصلت مشاكل، ما في مشاكل. يعني هسه أنا كلام اللي بقوله ده سبيت زول؟ ما سبيت زول، لكن أقطع عليك الشك، بكرة التلفونات تشتغل تلفونات ويسب ويقول، ما حتى مقطعنا الفات الحمد لله ولله الحمد رفعناه، والله وعدوني عديل بانه يجوني يعملوا، قلت لهم والله حبابكم بس ايه وحديث انا بقبلها، لكن خلف ذلك ما داير حاجه، ما تقول لي طار لا تقول لي ركه، لانه طار وركه دنيا 20 سنه ما استفدنا حاجه، والله ما في حاجه يعني ما استفدنا حاجه. وبعدين كان حسبناه من دنيا، حتى من عمل الدنيا ما استفدنا، وعمل الاخره ما استفدنا. دي المشكله يا شيخ، يعني الموضوع طويل شديد والله،
واسمنا عارفين يعني بعض الناس والله عارفه لكن ما عارف الشغله دي معيشه بتصرف منها علم عند الله سبحانه وتعالى. اما الشغله دي خوف ما معروف الاتجاه شنو. بعد هذا الانسان عارف الشغله بتهلكه المفروض يعمل حساب لنفسه ولا بكذا. والله ده الحاصل يا شيخ ده الحاصل. طيب نحن عندنا معروف في السودان في طرق كثيره يعني زي سمانية والسمانية ذاته مقسام فيه ناس البرعي وناس الكريدة وناس أحمد الطيب وناس الطيبة ده المحمود نور الدايم في طابة هنا وفي تجانية وفي ختمية بأنواعها زي ما أنت عارف وكده. فشنو المميز اللي بيخلي الزول يخش الطريقة المكاشفية؟ ما طبعا هي الطريقة أي إنسان يعني في حاجة اسمها الغوصية يقول لك أنا الشيخ غوص. الغوصية دي مثلا رتبة زي رأس الجمهورية مثلا. أنا طريقتي طريقة كبرى وطريقة قديمة والشيخ ده بيمتلك الطرد كلها بتاخد منه. داك بيقول كدي داك بيقول كدي ويه ذا بيقول براو. بعدين إذا مسكتهم كلهم بتلقاهم منهج واحد يعني ده مع ده مع ده نفس الصفة ونفس الثقة وكل شيء يعني ما في اختلاف. اختلاف بس شنو في الكلام وفي اللبس يعني حتى الطريق ذاته. هنا قالوا انه طريق الله سبحانه وتعالى شعارات يعني رايات ونوبات ولافتات ومراقيع حمراء وخضراء وصفراء وتلقى الانسان ذاته هو لابس يقول لك انا شيخ طريقه. طيب شيخ طريقه الطريقه دي ماشي وين؟ يقول لك طريق ده لله سبحانه وتعالى. ادخلك الطريق عشان تنهدي تكون مهدي. بقالي هو تلقى يقطع في الناس هو ذاته البهدي النازة شغال قطيعة وشغال نميمة. الموضوع شيخ طويل والله الموضوع طويل شديد. وبعدين كان قلنا نفسر وما بتفسر. طيب نحن ما دارين حاجات بسيطة يعني إن شاء الله نسأل الله إنه ينفع بها. ونحسب إنه شيخ عمر يعني ما بيقصدوا ده الكلام وده إلا إنه يبين الحق للناس وإنه ده طريق سلكوا قبل كده وتبين له الحق. طيب في اللي هو في المناسبات تاعت الطرق عموما والطريقة المكاشفية زي الحوليات وكده وفي ممارسات بتحصل في ناس بيقوموا ينكروها يعني لما يشوفوا الدعاة بيقول لك يا زول الكلام ده ما قاعد يحصل وما في زول يعني بيمشي يطوف بالقبور فنحن دايرين أكتر حاجة الممارسات اللي هي في العقائد فضلا عن الأمور الأخلاقية وكده. دي يعني في النهاية نحن ما أولى لنا من الاعتقاد الشركي لأنه هو ده اللي بيخلد في النار يعني. والله هو الطواب بالقبور والتبرك بالقبور وبالقبب ده أول عقيدة حقتهم يعني. دي ما دي يمكن يشدوا لها الرحال دي ما هم ناكرينها يعني ذاتهم عشان احنا نتكلم عنها هنا هم ناكرين كلامنا لكن بنكر الدين بنكر كلامنا هنا مارقين نفسهم للكلام ده برا يعني. لكن لو ترجع على الكتاب والسنه ونهج السلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعه وبعض المراجع الكبار يعني والله ما في لا في طاف بقبر ولا يعني طاف بقباب ولا يعني ما في يعني ما في كلام زي ده يعني. ناس احنا ناخذ عليه سند الناس دي المحترفين بانه هذا ده دين محترفين انه هذا ده الدين. وبنخش جوا القبر مش برا بنخش جوا وبنرفع التابوت ده كده بنخش جوا وبنشيل التراب ده كده بنسويه بالمويه بنشربه اسمه النور. طبعا التراب ده اسمه النور بيقول لك يعني امشي جيب لي نور بتجيبه من القبر لانه بيدعوا بانه يطلع نور من الشيخ في التراب ده يتبركوا به ويشربوه. فدي ما داسيناهن يعني لكن احنا نبين للناس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوها الصحابة ما فعلوها التابعين ولا تبع التابعين. لماذا نحن نفعلها؟ بس ده بيت الحجة هنا يا صوفية كلكم النبي فعل الصحابة بعده فعلوا نفس الفعل ده. إن كان الصحابة فعلوا والنبي فعل عندنا حجة نخش بقى على الناس دي ونرد لهم يا اخواننا. لكن اساسا ما في دليل واحد بيثبت بانه النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أو الصحابة طافوا بقبر النبي ذاته، ما في كلام زي ده. بعدين يعني ربنا قال ألا بذكر الله. طيب الاطمئنان ذاته ما في، والله بعد ما طلعت أنا خمصاص أنا خايف خوف عديد. خوف من شنو؟ بالإرهاب اللي كانوا خاتوني فينا، إنه بتنسلب وبتنضرب وبيجيك صاروخ والرزق بيقيف. المهم أنا بعد ما طلعت ومشيت 5 سنة حتى أهلي ذاته أنا بيت ما مشي لهم. ليه؟ إن جات مصيبة بتضر أهلي طبعا، هاي بيت ما مشي أهلي. كنت في داي داير تضرك براك ولا ما؟ خلاص ما أنا مشي جبت لهم المصيبة دي. أبيت مشيت سكنت لي في مدرسة، مشيت التعليم وقلت لهم يا أخواننا ده لي مدرسة، ليش نازل درك بغفير؟ واحد قال لي يا أخي تدو الشاب صبي الغفير الغفار دي بدار ذو الشايب. قلت له والله يا أخي بس ده لي مدرسة أسكن فيها. سبحان الله، من كان مع الله فإن الله معه. المدير التعليم والمدير التنفيذي وكل الأساتذة في المكتب تلفراتنا اشتغلت في كل مدرسة. فعلا اللي يقول لي مدرسة، والمدرسة دي وكنت جيت خشيت فيها بالرغم انه مليانة شوك ومليانة بسكيت ومليانة قش وسخانة، لكن من حالة ما في حوجة للمدرسة تقول لي قد فندخيتهم. خشيت في المدرسة ودخلت عندي ولاد صغار، والله قصة طويلة. خشيت عندي سريرين، 16 سنة أنا عندي سريرين، ولو ما عملت حساب بتقع على السرير ذاته بينهز ورا قدام بديك كده. دخلت في المدرسة دي، بعض الناس أتكلموا زي ما دايرين، اللي بيقول جاء من المستشفى ناس مساكين، واللي بيقول ناس جابوا الجفاف، والحلة بقت تتكلم زول عنده شفع صغار وساكن لي في مدرسة في محل وسخان جنب الحمامات ودق له ركوبة. الناس بقت تتكلم ليه الرجل ده جاي يشوف عدل هنا، وأنا منطر طبعا ما في حاجة، لأنه 16 سنة راحت هباء منصورة زي ما يقولوا، ما تعوضنا فيها حاجة لا دنيا ولا دين. بقت الناس تجي تسأل جاي من وين الناس؟ نقول له جاي من غادي، ما بندي الحقيقة كله ما. وهري طبعا بيني بينهم يمكن 4 يمكن يعني 2 كيلو 3 كيلو، وهليتهم ما عارفين انه انا في مدرسة. سبحان الله 40 يوم النازل الجيران حتى المسيحيين جميع المسيحيين ديل سبحان الله يجيبوا الدرداق وخدتوا فيها البطانية وخدتوا فيها الموز، يقول الوقت عسوقها. جينا قعدنا هناك، طيب دير السراير نرقد في شنو؟ فرج ذاته ما في، فرج نرقد فيه ما عندنا. والله ما أقول وإلا الحق ولا أبالغ في الكلام، مركت برا لقيت في الكوشة لحافين الكوشة. سبحان الله، قلت للمرأة، المرأة موجودة وس عندنا الحاف حاليا موجود جبنا من الكوشة، ده إنتاج الجماعة، ده الإنتاج البخدم الحكومة تدي معاش ولا بتدي. طيب مشينا جبنا لحفاتنا من الكوشة وفرشناه هنا زول، الحمد لله رب العالمين فرشنا لحفاتنا. بعدين ذقنا طعم الحرية، هاي ذقنا طعم الحرية، فرشنا، والكلام ده والله أنا ما ذكرته كثير، فرشنا الحفاظ نازولا ولي دي نعمة كبيرة من الله. الحفاظ 2 والسراير، الناس ربنا سبحانه وتعالى حرك الأمة دي حركة، حرك الناس دي بقروبة. أي زول يجي يقول زول في المدرسة في زول بياري ساكت، قام جاني مدير سكة حديد و
وقف عربيته برا وجاني جوا شاف الوضع وضع صعب شوية، ناس قاعد يلون في شذرة وعندهم ليهم حاجة كذا. المهم وأخواني ذاتهم الحمد لله عندي عاطف وعندي عبد الله وعندنا أخواننا دي ببيوتهم بعرباتهم دي ذاتهم أصغر مني، وأنا من الطيارة وجيت المسجد، تكون على المعلومية أنا أول مرة من الطيارة وجيت المسجد. جاني مدير السكة حديث قال لي يا أخي دي 70 جنيه جيب لك، قال لها بين تراب ودق لك طوب وأنا بديك الفلنكة بتاع الحطب ده 70 جنيه نعمة كبيرة خلاص أمرت ما بنشوف اللي فيه الشيخ يعني 70 جنيه دي ما بنعرفها. جاتنا أستاذ جزاه الله خير يسمى أختنا فايزة ربنا إن شاء الله يطول في عمرها ونظر الله ربنا يزلها من حسناته، جابت لنا بلوك من رجل مهم شهادته علم عند الله، قالت لنا مهم في رجل مسكين في المدرسة قال لا خلال عنده طوب بلوك يشيله. مشيت ناس الكوار والبنقر الطوب قالوا والله نحن بننقر الوشي لا يدعى الطوب جابوا خدته، قاموا ناس الشباب الحلة قالوا والله نحن نبني الوش الله تعالى، اتبنت العوضة وجبنا جابوا لنا الفلنكة وعرشنا البيت، جاء واحد جاب لنا مروحة والله ما طلبنا زول، الناس متلغى نفسهم ده جاء وصل لنا الماسورة يا زول بقينا في نعمة كبيرة، بيت عوضة ما شاء الله فيها سريرين عندك مروحة وقبيني حساكني في راكوبة، حتى الراكوبة دي عندنا زي 15 قناية الله أعلم، بقينا مجبورين غزينا يعني 4 قنايات وشرعنا الباقي، بقينا نقطع على طبعا الشجر بتاع البسكيت عراض بنخالفه مخالفة وبنحش الخريف وبنردم يا زول، عملنا ركوبة كبيرة وإن شاء الله مفرشة، وبعدها كسبانين كسب شديد لأنه ذقنا طعم الحرية وهذول أكلنا وشبعنا والأكل يجينا من جاء يا زول العمود بيجي ما بتعرفه تصبح روح تلقى 4-5 أكياس سكر مخطوطة جاء ونوم عروه الكرب تيجي شايل العيش يقول أنا مشي في المدرسة ودي له العيزة جاي من وين ومعروفة قلت له وليها دا الله خلينا عبد الله الله فتحها لأنه هون هناك بحسبوني طاعا باليوم الشفاطة يجر الشفاطة والرزق شنو يقيف ونجي راجعين حسب الفهم يا زول الرزق ما شاء ربك الحمد ولك الراقد والشراب راقد يا زول يا ربك الحمد والقرش حتى قعدنا نقول لا وليت أنا ما سويك ذاته الأمور ماشت طب عرفنا من الزمن ذاك إنه ربنا سبحانه وتعالى ينظر على عباده يعني يرحم عباده وعرفنا إنه الرزق ما الشيخ ما عنده فيه يعني دخل نهائي أبدا ما عنده دخل في الموضوع ده والخوف بيجي يروح حبة حبة لأنه هنا زي أساسا تخطيطهم إسرائيلي تخطيطهم بيضرب القلب مباشرة أول حاجة يرعبوك حتى يقبضوك الزول لما لقطها بتكتفه أول حاجة بيقطوا في قلبك لقطة مانعة بيقوا يحزبوا لي الحمد لله رب العالمين الأمور ماشية تمام والأولاد دخلوا المدارس والأمور اتبسطت من هنا بقينا نعرف الله عديل بقينا نعرف الله بأنه ربنا سبحانه وتعالى ما شق حنكا ضيعوا وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى موجود والخوف بقى بروح الحمد لله ولحد ما جينا هنا وبقينا نمشي برضو كمان لوحدين اخواني وحدين القران صاروا السنه ونصلي معاهم لانه ديك كنت ما بعرف الناس طبعا عندي احسن ناس وان صاروا السنه اصلي معاهم واجي واخر شيء الحمد لله لقينا اخواننا يزوم الله خير بينوا لنا الحق وورونا الحق وساندونا يعني ساندونا بكلمة الحق ويقفوا معانا والحمد لله رب العالمين يعني مشوار طويل جدا
وضقنا مآسي كثيرة، ولا زال أسل مآسي معانا. يعني أسل حاليا والله الزول يمشي السوق وما إجراء يقول أنا أكون كويس، يعني يعني في حصار، حصار إعلامي، يعني حتى الإعلام حصرونا فيه حصر شديد خلاص. يعني حتى ديوان الزكاة مش حق الله، والله مشيت تلقى اسمك هناك غير في الغايمة قاعد. فقدر ما حاصروا ما 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 سروا في شيء، ما ماسكين شيء، والحمد لله عايشين، مياه أكلين وشاربين. والله يا شيخ نحن بنقول لأخواننا في الطرق الصوفية وهن تاني، إحنا والله ما يبقوا أخوان إلا في حرت وحده، لكن بنقول لهم، بنقول لهم والله يعني نوجه لهم رسالة لكل الطرق الصوفية والتابعين بأخص، والله ارجعوا لله سبحانه وتعالى ويتوبوا لله سبحانه وتعالى. والخالق رازق، ربنا سبحانه وتعالى خلقك من عدم ورزقه في السماء ما توعدون، ما في حاجة رايحة. إن كان للآخرة، الآخرة عمل، عمل بس. وكان كان للدنيا، الدنيا معروفة يزول يجتهد، فما في حاجة. حتى هن ذات بعض الشيوخ الله اقتنعوا وعرفوا، وبعدين الحصار بتاعهم كل واحد، يعني ناسي تمشي لشيخ تسلم عليه تلقى عندك مستجدات بالذات، يعني شو عمر دم الله هذا ما بعرف السير في ذلك شنو، ما معروف السودان كله، ما معروف مصر، ما معروف شنو، يعني كتار خالفوا فاتوا، ما في اجتهادات، بس وراي أنا اجتهادات وإعلام مكثف، دم يسلم عليك ودي يا باك ودي يقول لك انت فعلتك ودي يقول لك انت كذي. يا اخي انا مركت وين؟ انا في الكتاب والسنه. انت ما دار الكتاب والسنه؟ ما دار الكتاب والسنه يا خمش؟ ما عندي معك شغله، لانه هو بيجيك بصفه بالطريق بتاعه، والطريق بتاعه يا شيخنا والله ايش حدث ولا حرج. وبعد تقول شنو انت، تبين شنو وتخلي شنو وتتكلم في شنو، بس النادي تحلهم بمشكلة واحدة، ارجعوا لله سبحانه وتعالى. إن كان هذا الكلام مطبق على الكتاب والسنة يمشوا عليه، وإذا كان غير الكتاب والسنة الناس تشوف لها حلل، تشوف لها حلل. وأغلبية الناس اللي قاعدين في المساجد دي والله حمرت قرآن، قرآن ده ودوين أنا ما عارف القرآن ده فات وين. ربنا سبحانه أنزل القرآن زي ما قال أخونا، ربنا أنزل القرآن بواسطة روح جبريل، صار يعني الملك جبريل صار اعظم الانبياء، اعظم الملائكه، ولا ما كذي؟ مش كذي؟ ارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صار افضل البشر، دم القران ارسلوا في شهر رمضان، صار الشهر افضل الشهور، مش كذي؟ انزلوا في ليله القدر صارت افضل ليالي القدر، اعظم الليالي، انزلوا باللغه العربيه صارت اللغه العربيه افضل، انزلوا في مكه والمدينه صارت أفضل بيقع على الأرض. أين الذين يحملون القرآن يقرؤ القرآن ويدعون غير الله؟ بدي أعرف الحجة دي وين. إنت حملت القرآن وقال القرآن إياك نعبد وإياك نستعين وتدعو غير الله. فالمشكلة يا شيخنا ما مشكلة علم، والله الذي لا إله غير، المشكلة ما مشكلة علم نهائي، نهائي ما مشكلة علم، المشكلة مشكلة بتاعة غسيل عقول، القاري والما قاري كلهم تلقاهم في حلقة واحدة، لا فرقا بين، لا فرقا بين، يعني يقعد جنبك واحد رتبة ويتا بتعكار، كلكم باركين راكعين في الوسط دي. الشغلة يا شيخنا ما شغلة علم، والله مو كل متعلم، يعني كما كل قاري متعلم زي ما يقولوا. ونحن والله لا دارنا مهزلهم ولا دين نضحك عليهم، دارين انه ينعدلوا ويرجعوا لله سبحانه وتعالى. طالما نحن ربنا اكرم علينا وانعمنا، والله لو كناه بمويه، والله الذي لا اله غيره لو جرونا بالزلط فاكبر من كذي. نحن في هذا حق كلام الله وطريق والكتاب والسنه والله لا نبالي، لانه كله انك ميت وانهم ميتون، ما في حلل انها ترجع وتخلي امر الله سبحانه وتعالى، والأكل عند الله سبحانه وتعالى، الرزق عند الله سبحانه وتعالى. بعد ربنا خلقنا في الدنيا ما عشان ناكل، خلقنا العبادة، وين العبادة؟ ها العبادة وين؟ أتبع الحق الرجال ولا ما كذي؟ نحن تابعين الرجال تركين الحق. ده الحاصل يا شيخ، والله كلامنا ده
يعني من آخر قلبنا، ولا نريد من أحد، والله نصر عند الله سبحانه وتعالى، ما أدري من أي زول شيء، الحمد لله رب العالمين. في سؤال مهم جدا، يعني يمكن أي زول يعني يشوف الجلسة دي بيقوم بيسأله ليه شيخ عمر خلى الطريقة، يعني السبب شنو خلاه يعني ينتبه، ولا شك أنه ده يعني من فضل الله سبحانه وتعالى وأنه الهداية بيد الله، لكن قد يكون في سبب، يعني شيء مختصر كده. والله يا شيخ الأسباب هي كثيرة. الأسباب أول حاجة ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما في اطمئنان، ده أول سبب. أول ما قالت المؤمن عاوز يقيس نفسه يشوف هل هو في طريق مطمئن، هل هو يا خايف، انت مش مطمئن، انت خايف، خايف عديل ما ذلك كلام، لأن لو كنت مطمئن ما بتشكي، تشكي لو نيتا ميتا مطمئن خلاص. أول حاجة ألا بذكر اطمئن القلوب، اطمئنان ما في. ثم ثانيا صدق، صدق ما في، ما في صدق، والله يبيعك انت ماشي. وأقول لك من ناحية أخوية أخوان في الله اندرجوا، هل اندرجنا؟ لكن ده في الخشم، لكن واقعيا والله ما في حاجة. نحن ما نظرنا للشغلة دي بالعلم، يقول كلام وهنا الكلام ده ما منفذ، ما منفذ، وإن سكتنا عليه نحن ما عرفنا الحاصل، إن سكتنا عليه ربنا بيسألنا، والله اللي بيسمعوا لو ما أداه والله يزالوا، لأن الدين ده أمانة في عنق الناس كلها. فالطريقة اللي خلتنا نتخارج من الوضع ده لقينا الأمور دي ما ماشي على خير نهائيا، ما ماشي على خير، كله كله والله دنيا ودين، دنيا ودين ما ماشي على خير، لأنه إن كان عمل دنيا والله مفروض الليل يكون تاجر كبير، وستار سنة عديت في الجيش ديك تفيد مليته، وكان عديتها في السعودية تقاسي مرتاح مش كذي. طيب 16 سنة الآن ما عندي حاجة، يعني أنا سبيت، أنا ما أملك على بيت، يعني الآن في الولاية في السودان، في السودان ما شاء الله أراضي يسمعوني يقولوا زودنا ندي بيت، لا لا ما في كلام زي ده. السودان زمن الناس كانوا شباب وبيختربوا، نحن وقعنا في حفرة واحدة، وقعة واحدة 18 سنة ما مرقنا منها، بعد ما العمر فات والموضوع فشل وقمنا نكوز جديد، يعني قمنا نكوز جديد، وبعد ده ممسوكين مزمومين من النخرة. وزي ما بقول أخواننا، واحد قال لي والله الله أكبر بعد ما حلف، نحن نقول الله أكبر والله على من كل وقف في طريق الله سبحانه وتعالى، والله لهم بالمرصاد، والله نرد عليهم تحت كل لحظة، حتى لو يحصل الفشل في طريق الله نحن كسبانين، والله نرد لهم إن شاء الله. ودار سؤال والله مرحب بيه، الدار يجيز أني والله مرحب بيه، دار توجه، دار توجيهات أنا والله بوجهه بأنه يا أخي الموضوع ده فيه كذا 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 كذا، وحساب اثنين، والدار شركة بساكت أنا فعلتي وأنا تركتي وأنا شيخي غادي، ما عندنا مع داعي ولا عندنا مع شغلة، ونحن الفيها فيها، لأنه نحن دارين نكسب بعد الموت. أيوة بعد الموت يا فقير ويا شيخ، هل بعد الموت في شنو؟ ده السؤال هنا. الزول بيزرع يحصد ولا ما كذي؟ نحن دارين نزرع حصاد نشنو بعد الموت. يعني هسه أخواننا دارين يجزوهم الله خير جابوا لي كتاب اسمه الوصول الثلاثة، والله ما كنت بعرفه، يعني وصول الصلاة دي سؤال القبر، يعني ما ربك وما دينك وما نبيك مش كذي؟ والله ما بنعرفه، يعني لقيت قريب ده الكلام ده، لقيت قريب ده انه في وصول سلاسة وفي علوم جرح وتعديل، علوم شنو ما عارفين كلام ده، احنا اساسا ما عارفين، انه بس ده عالم يا اخي والله قال هذا بطرده بس، ما وقام دقينا كم زول والله دي ما نقول ليش. فالموضوع شيخنا نزل الله يتقبل ورزل الله ان يكون خالص، وإن شاء الله أي إنسان سمع يأخذ بعين البصيرة ويدرك الموضوع ويجي عشان يستفيد، ويجي عشان يصلح مساره، مساره ده إن كان لله سبحانه وتعالى والله نقول له هنيا لك ومبروك عليك، وإن كان خلف ذلك استعدل بعين ربنا سبحانه وتعالى قال من تاب
مش كدي؟ وآمنوا وبينوا ولا ما كدي؟ طيب يعني من تاب بدل الله سيئاته حسنات، هم يسوا واحد يتوب والله ينتاب الليلة دي وانتاب بعد 10 سنة مش كدي؟ والله هو وشطارته يجي يتوب لله سبحانه وتعالى ويرجع بعد توبته، والله لا شك كل سنين العمل الغش فيها الناس ولك فيها أموال الناس والضل فيها الناس دي الله خزائنه كبيرة ولا ما كدي؟ رب عنده خزائن الأرض والسماء، ها يمكن ربنا يعني حليك مشكلتك، بس كيف تيراجع كيف تتوب لله سبحانه وتعالى؟ ولكن التوبة إلا برحمة رب العالمين، ما أعتقد إلا برحمة رب العالمين، لأنه يسمعون والله نسمعهم بأضاننا يسمعون الحق ويعرضون عنهم، والله هي فضل هي رحمة من رحمة العالمين، كونه يتوب ذات نعمة ما عليه كيف. وبعدين إحنا كان دارين الدنيا أسهن كلامي ده كان مقصود بالدنيا، أتلقاني واحد مرة قال لي يا أخ قالوا دوك توك توك ودوك دكان أدوك توك توك ولا توك توك ما أجره، قلت له زول أنا قعدت معدي سنتين توحيد، تعال لينا زول أقعد سنتين توحيد نديك توك توك الدكان إن شاء الله تعال تحصل. فالأمر بيقى شنو يا شيخ؟ الأمر بحسبه بالمادية، بالمادية والله أسيت كان شيخ ذاتك ما يجبر وضع ما بدأ ده بدورك ذاته ما بي، فالأمر الشيخ نمر بعيد، والنازل نظر الله أن يهدينا ويهديهم، ونظر الله أن يوفقنا، لكن إن تابوا والله العمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. أكبر الشيخ قال لي شو عمره 60 سنة ده اللي بعرفهن أنا، ولا زال يخربوا يخمجوا يغشوا في الناس والله ذي اللي مات على كذي حسرة يعني حسرة شديدة. نظر الله أن يهدينا ويهديهم، والله نحن قضنا التبين للناس والتبين للأمة، ولا زال نحن في هذا على الكتاب والسنة والله جاهزين لهم، يعني عندنا شيء نديهم بعد نرفع الشغلة الجواب لأخواننا يستجيبوا لنا بالجواب الصحيح ونديهم والله نوريهم، والله يا ربنا سبحانه وتعالى ما قال مشوكتي قال مشوكتي إنت ماشي كيف تسوي شنو نوريهم، والله نبين لهم ونوريهم الحاصل. لكن بيجيك واحد بس شفته شايل عصايته وشايل مرقوعته يقول لك بس ابوي الشيخ ده انا براه وبصلي عليه ما براه وبعد فيه اتجاه. طيب ده لانه مخه شنو؟ عقله انطمس فحيسمى المحبه، يحبونك وحب الله هو شد حب، والذين امنوا شنو؟ والله يحبك ده طلقه في زول، والزول ده بعدين انحرف يتسدعف شعب شديد، لانه كنت تقول تجمع الحب ده وترجعه بتهلك الزمن طويل، بعدين الحب ده قدر بتمرقه اذا مرقته في 20 سنة عندها ترجع ده 20 سنة صعب صعب. عشان كذا الناس بيغلوا في الشيوخ، يعني شفت ناس والله سجدوا والله الذي لا اله صلوا ركعتين على شيخ شفتهم والله، والله الموضوع شيخنا الله المستعان والله اضع فيه خطوره، والله فيه خطوره والحمد لله رب العالمين ما في حاجه. شيخ جزاك الله خير يا شيخ، ودي رسائل طيبه، ويعني برضو زياده للتبيين عشان الناس ما يقولوا انت داعي لي يعني داعي لجماعه وكذا وانصار السنه وكذا، فدارين انك تديهم كلمه عشان ما الناس يقولوا زول ده كمان داري يمرق الناس بجاي ويكبهم بجاي، فدارين كلمه يعني زياده لل احنا اساسا على الكتاب والسنه، نحن والله ما بنذبح فرقه ولا بنذبح حزب ولا عندنا شغله مع زول، زي ما قال واحد من اخواننا قالنا نجمعوا كذا وكل واحد يمشي بيته، ما عندنا قضيه بزول ولا عندنا قضيه بزول، لانه نحن ما ممكن نمرق من تبع ونخش في تبع، ما ممكن. انت مرقت من شيء امرك في احسن، والاحسن كتاب الله سبحانه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ده احسن شيء. بعد ذلك بقول لك تعال اتبع النبي، ده ضراك بدل اعرف زول قال لك اخي الكتاب والسنه ده ضراك ولا صلحك؟ لحد هنا ما عندنا حزب ولا عندنا تبعيه ولا عندنا شيخ قدامنا، شيخنا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، بس شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخرجنا من هذه الظلمات ما في ذل بخرجنا، ما في ذل بخرجنا نهائي. فنحن نظر الله بس الدار يسمع، وعشان ما يمشي يعمل له راي زي ما بيقولوا، يقول ده مثلا مشى عمل له دريب ولا عمل له
نحن شيخنا النبي أدار شيخ النبي اللي جينا بقول له ورق درب النبي أدار شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يجينا بقول له هذول ده الكتاب وده السنة ده طريق الله يمشي بيه ودار شيخ غادي اللي مش خد باله بالشيخ غادي غادي بعدين بيقابله بعدين المشكلة يعني جزيكم الله خير ونظر الله يعني على خالص لوجه الله تعالى نظر الله يتقبل مننا ونظر الله أن تكون في ميزان حسناتنا ونظر الله أن يهدي بها الأمة ويهدي بها يعني ما عارفين ذاته منهج شنو والحمد لله رب العالمين ونظر الله القبول إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العالمين جزا الله خيرا الشيخ على هذا البيان ويعني دي رسالة للإنسان المخدوع والمغشوش الشيخ نصح له ونحسبه وداه نصائح من القلب نحسبه وذكر كلام بيتعلق به وشخصي ده كله زيادة في البيان وحتى الإنسان يكون على بينة ويعلم إنه الأمر ده يعني ما هو مقصود به يعني مجرد التشهير أو مجرد يعني الطعن في الناس أو كده وإنما بينصح دائما بيذكر خلاصة تجاربه ونحسب إنه إنسان ترك الدنيا وإنه إنسان يعني كان مفتوحة قدامه الدنيا الغربة وغير الغربة ولو أراد ذلك لوجده لكن إنسان يبحث عن الحق فربنا سبحانه وتعالى يهديه للحق والإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا حاجة ولا يستطيعون فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا هداة مهديين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير